خير لست علي بمصيط إلا من تولى فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وقد ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنظر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا أيتها النفس عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق العظيم هدية وكرامة لإخوة الله يجزيكم بخير هزوا يديكم لله أمنا وقولوا أمين دعاء هذا الرجل الطيب هذا الرجل النقي كل شيء يزيد لله ويأمن وقول أمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخ العباد هو الدعاء اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من قلت وأقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان سيدي عبد الرؤوف هذا الرجل الطيب هذا الرجل النقي هذا الرجل التقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيت عليه خيرا وجبت له الجنة الإنسان اللي كتقول فيه كلام زوين وكلام طيب فهو من أهل الجنة ومن سكان الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي فرأه الصحابة يبكي وسألوه قاله يا رسول الله أتبكي وقد نهيتنا عن البكاء قال لهم العين كالدمع والقلب يخشع وما نقول إلا من رضي ربنا إن لله وإنا إليه راجعون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فزيدكم الله جميعا قلوا أمين مرحوم سيدي عبد الرؤوف اللهم ارحمه اللهم يا رب اغفر له وارحمه اللهم يا رب عافه واعف عنه اللهم يا رب اكرم نزوله اللهم يا رب وسع مدخله اللهم يا رب اتق موازينه بالحسنات اللهم يا رب انه الان يغسل اللهم يا رب اغفر له وارحمه عافه يا رب واعف عنه اكرم يا رب نزوله ووسع يا رب مدخله اللهم يا رب لقد غسل ولقد كفنا ولقد حمل على الأكتاف
وسيوضع له في قبره لوحده